السلام عليكم، شو اخباركم؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عرفت راسي غبات واحد شويه، مي غير مع العيا ومع هادشي مع الخدمه وصافي. دونك اختي جات غدير واحد الخلطه لشعرها، قلت نبارطاجيها معاكم. هنا درت جوج معالق الحنه مع ورقه القرقاع، الورد، اليازير، الريحان، قشور الرمان، ورق السدر، هادشي كله طحناته وعاد زدنا عليه العفصه، قليناها مع شويه ديال زيت العود، وغادي ندقوها حتى هي. والقرنفل طبخناه مع واحد كاس الماء، وعطانا هذا الخليط هذا اللي غديروا للشعر. هذا دونك خليط طبيعي، بغات تصبغ به شعرها كيحيد الشيب، كيحيد شحال من حاجه، ومنها كيداوي حتى الجلده ديال الراس. دونك بقاو معايا ونوريكم كل شيء. Thank you.
هذه واحد الزيت حتى هي عاد صايبناها، دونك فيها الحبه السوداء، زيت الثومه، زيت البصله، زيت الكوكوز، الزنجلان، الخروه وزيت ارغان. ومن بعد غادي نزيد عليها واحد شويه ديال الزعفران الحر، وهذه كنبقاو نشبكوا بها الشعر ديالنا من بغيو قبل ما نغسلو نشبكوا واحد نص ساعه وعاد نغسلو الشعر.